الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية في عموم مناطق المملكة خلال هذه الليلة وأيضا خلال يوم غد بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس غير مستقر، فرصة لزخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة أحيانا، 17 درجة مئوية كحرارة دنيا. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا طقس غائم جزئي 25-13، عرعر غيوم متفرقة 26-15، أما تبوك غيوم متفرقة 27-16. ننتقل الآن إلى المنطقة الغربية، نبدأها بمدينة جدة غيوم متفرقة 31-19 درجة مئوية، نفس الشيء في المدينة المنورة 29-19، أما مكة المكرمة طقس صافي 32-20 درجة مئوية. ننتقل الآن إلى المنطقة الجنوبية الغربية، نبدأها مع مدينة أبها حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، زخات رعدية من الأمطار متوقعة 22-15 درجة مئوية، أما جازان أيضا زخات رعدية من الأمطار 29-27 درجة مئوية. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام زخات رعدية من الأمطار 28-19، حفر الباطن أيضا زخات رعدية من الأمطار 29-19، لحساء أجواء غير مستقرة زخات رعدية من الأمطار 25-15. بانتقال المنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة الرياض، زخات رعدية من الأمطار متوقعة 21-16، حائل غيوم متفرقة أو زخات رعدية من الأمطار 19-12، أما القصيم غائم جزئي مع فرصة لزخات من الأمطار أحيانا 29-15. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.